وصلنا بقى للبلاي ستيشن وهنشوف بقى الاستاذ كريم وكريم، كريم من الفريق الاصفر وكريم من الفريق الاحمر، هيعملوا ايه في سباق السيارات. هل انتوا جاهزين تشجعوا؟ وانا جاهزه اتفرج، وقلت يلا ريدي ستيدي اند جو. ابتدى السباق، كريم الاصفر مع العربيه الصفراء، كريم الاحمر مع العربيه الحمراء. معلومات بديهيه جدا، و الفريق الاحمر متصدر بعربيه، بقى العكس تعدى ده بس. اهم حاجه نسيت اقول لكم، اهم حاجه تاخدوا بنزين عشان العربيات اللي هنا بتقف لما البنزين بيقطع، فلو لقيتوا بنزين لازم تفوله. اهو برافو كريم الاصفر قاعد مركز قوي. ايوه يا كراميلا شوماخر، ها قاعد قدام بلاي ستيشن للنهار؟ لا ها في رولز. برافو، تحب العربيات يا كراميلا؟ اه انتوا الاثنين كراميلا. اوكي كريم العربيه الحمراء انت في المركز الاخير لسه، شد حيلك شويه. كريم العربيه الصفراء في المركز ال 12، شد حيلك برضو عشان بصوا احنا لو مشينا في النص الحياه تبقى اجمل، ولا هنخبط ولا هنتاخر. العربيه هتخبط من قدام. معلش معلش عديه بقى فاهم. الله يا ابني، مين العربيه الصفراء مع مين؟ لا انا. الله يا ابني انت الحمراء. لا انت الحمراء. انت العربيه الحمراء. العربيه الصفراء بيخلص بنزين. انت بتلعب من بدري على انك تحت، انت بقى انت من فوق. يا نهار ابيض. ايوه خد بنزين وعندك لفه. كريم الاصفر اي البنزين بيخلص من عنده وهو في المركز التاسع، انما كريم في المركز العشرين الاخير لم يتقدم واصبح لسه في المركز الاخير فاينل لاب وفي المركز الاخير. هل هيلحق يعوض ولا لا؟ بنزينه بيخلص بس هو فول تاني. كريم تامر الفريق الاصفر في المركز الخامس، ايوه كريم التاني في المركز العشرين. معقوله؟ معقوله يا كراميلا؟ وخلص كمان الفيول كده، يبقى كريم الاصفر في المركز الرابع، كريم الاحمر للاسف في المركز الاخير للاسف الشديد. كان فاكر نفسه من بدري بيلعب بالعربيه الثانيه، بس حصل خير ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في بقيه اللعب والالعاب بتاعتنا.